له يقول يزيد يتفادى سيدي الهوم بنفيتس. يزيد غناها ويزيد مبلغها على حساب غالبيه الشعب الاردني. اتمنى من ضيوفك الكريم انهم ينقلوا انه لا يجوز انه دافع الضرائب اللي الامريكي والياباني والاوروبي انه يمول فساد في دول اخرى، لانه والله يا سيدي في نماذج صارخه جدا في، يعني انا عندي ادله وبراهين في اموال اجنبيه تصرف وفيها فساد، يعني أنا وشكرا لك ولضيوفك. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة الطيبة، وأشد يدي على يدك وأقول أننا بإذن الله سنكون بعيدين عن الفساد. هذه جمعيات مجتمع محلي وليست دول، إنما تأتي هذه الجمعيات لتقدم خدمات خدمية إنسانية في كل مواقع الأردن. لسنا معنيين في أي مشاريع من الدول، نحن معنيين بمشاريع من منظمات عمل إنساني حول العالم، ومنها ضيوفنا الكرام LDS الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بك سيد صلاح الخوالدي، اتصال من أخونا صلاح الخوالدي، تفضل أخي الكريم. ألو، مساء الخير سيد جمال. مساء النور، أهلا بك. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. الله يعطيك العافية وgood evening for your guest. أهلا بك وشكرا لك، وهم سامعينك أكيد. He's welcoming you. Thank you. And we are appreciating them because they are support our people. Oh, thank you. He's passing his thanks for supporting Jordanians. I am 100% with you because of the people, our people, right now they are blamed of everything, especially the food. يعني أنا أشكرك جدا وأتمنى أن تتكلم بالعربية، لأنه عندنا صبية يعني تعطي حقه، هو مش سامعين منيح، إذا سمحت. أخي أبو متعب أهلا وسهلا، تفضل يا أخي الكريم. أهلا وسهلا. أنا أحكي معك من منطقة منشير من البادية الجنوبية محافظة العقبة. أهلا بك، أهلا وسهلا يا سيدي. شكرا للمسؤولين، لا وزير ولا رئيس حكومة أكثر من 25 سنة ما زار قرية منشير، ولا حتى يعرف يمكن قرية منشير. أنا أؤيدك لأني أنا أعلم هذا الكلام جيدا. نعم تفضل. قرية منشير يا سيدي، يعني أنا بدي أحكي لك في مظاهرة إحنا نعاني منها، عدم تطبيق القانون. نعم تفضل يا سيدي. يعني خليني أجيب لك أبسط مثال. بقى يجي مواطن يعتدي على أرض الدولة، أملاك الأرض الدولة ويزرعها، بيجي نعم. واحد مثيل إله، بيجي واحد ثالث، أنا بشيل ما اللي أنا زرعته بشيله وسيد من الناس ما 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 يشير. نعم. وأنا مسؤول عن كلامي هذا. نعم. فليش تجتمع اللجنة أول مرة تقسيم على دفتر العيلة؟ نعم. بيجي يردوا لا هذا شجرة ومثمر، لا خلوه وانت ممنوع، وهاي تصير أنا لا أحصر، وذاك مستفيد مكيف، المتصل مستفيد ومكيف، وبياخذ اللي بده إياه وبيحصل اللي وأنا أظل مغروس في التراب 500 سنة، أنا مش رايح أعيش 500 سنة يا سيدي. أشكرك. هذا اللي إحنا نعاني منه. قرى منسية ما في قريب إن غير سيدنا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أخي الكريم، لكن منشير في قلوبنا ولقد وصلناها عدة مرات، أعتقد أنك يمكن تعرفنا وما بتعرفنا، لكن منشير على راسنا، وأهل منشير ناس محترمين، وهم بحاجة ماسة إلى جميع فصائل العمل الخيري والإنساني. يجب أن نصل هذه القرى النائية لأنها بحاجة ماسة كما باقي مناطق المملكة بحاجة. نعم أنا أؤيدك بأنهم بحاجة ماسة. شكرا لك أخي الكريم. أنا حابب يعني في هذا اللقاء أن أشير إلى عدة يعني نقاط أهمها الأطفال في المناطق النائية عندنا. Children in poor towns or in poor هناك cities. تقزم، وهناك حالات تقزم كثيرة في الأردن.
نتيجة نقص الغذاء ونقص العناية الصحية. We have a lot of problems with children. أن نتشارك And especially this is because of not like unhealthy food. نود أن نتشارك معكم في مشاريع تعنى بالطفل الأردني في بوادي الأردن we'll help وفي children, الأغوار. Especially here in Jordan and in وهذه in ظاهرة هذه الظاهرة تستحق منا النظر إليها والتعامل معها. deserve us to look at it and deal with it. أيضا هناك المرأة الأردنية and this is the Jordanian woman. في كل أنحاء الأردن all over the country بحاجة إلى الدعم needs support. وهناك عدة حاجات للمرأة ويمكن إحنا اشتغلنا مشروع سابق مع المرأة السورية هناك and حاجات خاصة لا تستطيع المرأة And there's a lot of good needs of Syrian women, and even can I say about it? And we would love to help or participate all of us together to help the Jordanian women in their needs. Jamal, just to go back to one of your earlier points about. بدي أرجع شوي أخ جمال للنقاط اللي أنت حكيتها بالأول. نعم. LDS charities. جمعية ال LDS. Show presentation. عندها كانت ألعاب الدمى. عرض ألعاب الدمى. Put on such a show at an elementary school in Erbid where we teach the children personal hygiene through puppets. من فترة كانت عملنا مسرحية بإربد كيف الأطفال بنطفوا إيديهم أو بغسلوا إيديهم طبعاً عبر مسرحية ألعاب الدمى. We also teach them the necessity. كمان منعلمهم السبب أو أهمية لازم ننظف الفواكه والخضروات. And we follow that teaching up with a small gift of a bar of soap. وكملنا هاي التعليم إنه إحنا أهديناهم بشاكير صغيرة وقطع من الصابون. Just this past week, we put that show on 8 times to about 500 elementary students in North Jordan. يعني الأسبوع الماضي إحنا عملنا المسرحية 8 مرات تقريبا ل 500 طالب بالمدرسة الإعدادية بالأردن. Even the Queen made an appearance and watched our puppets. يعني حتى الملكة رانيا إجت وشافت مسرحية ألعاب الدمى. And your remark about helping women. وأنت عم تحكي هلا عن مساعدة النساء. Vulnerable, and we want to do what we can to. وإحنا مستعدين حتى إنه نساعد بهذا الشيء ندعمهم. Good organizations like the Syrian American Medical Society. يعني زي مثلاً بسبب مساعدة. With Syrian volunteers and to Jordanians for distributions of women's products. كمان بسبب مساعدة الجمعية السورية الأمريكية. نحاول نساعد النساء السوريات والأردنيات. Food products like powdered milk. وحتى كمان يعني نعمل كمان مشاريع أكل طعام. نعم إذا سمحتوا رائد من إربد أهلا وسهلا تفضل يا أخي تفضل أخي رائد. جمال. الله يعطيك العافية. الله يعافيك تفضل. حياك الله أنت وضيوفك الكرام ضيوف الأردن. أستاذ جمال أنا عندي مشكلة يعني عصية عن الحل شايف. عندي ابن يعاني من فقر دم منجلي خلايا البحر المتوسط بسموها. إذا سمحت صوتك خلينا نسمع منيح إذا سمحت إذا تكرمت. نعم. سامعني الآن يا أستاذ جمال. تفضل تفضل أخي تفضل. عندي طفل مصاب بخلايا منجلية فقر دم منجلي بسموه. نعم. وبنفس الوقت تلكزيميا مع بعض. أها. بأخذه أنا متقاعد عسكري شايف. نعم. على مستشفى الأمير راشد. نعم. وقت طويل بصير يتدربوا بها الدكاترة الجداد وبموتوا بصلموت وبرجع يا جماعة ما لهوش دواء ما لهوش طيب حولونا يعني لو انتو كبير بودوه على أمريكا بودوه وين ما جاي يتعالج بنزل دمه بحطوا له الدمات وبحطوا دمه بصلموت وبرجع قديش عمر الطفل مطفل؟ قديش عمر الطفل يا أخي؟ نعم قديش عمر الطفل؟ عمره 3 سنين والله يا أستاذ جمال شايف طيب احنا وصلت واحنا هلا بنخلي الاخوان ياخذوا تليفونك واحنا باذن الله راح نتواصل معك وراح نقدم باذن الله ما نستطيع من خدمه لهذا الطفل لانه ابننا هو ابنك وايضا ابننا وابن كل الاردنيين باذن الله سنقوم بايصال خدمه مميزه عبر شركائنا في الولايات المتحده الامريكيه وفي اوروبا نسال الله رب العرش العظيم ان نستطيع خدمته الاخوان الان بياخذوا منك التليفون واحنا باذن الله بكره نتواصل معك ان شاء الله
تفضل. عندي سؤال مهم كثير. Very important question. أود سماع شيء عن نشاطاتكم مع إخواننا اللاجئين. Would love to hear about your projects here with, especially with the Syrian refugees. Would love to hear about your project and your activities here. Pat and Susan have some responsibilities for helping with the Syrian refugees. يساعدوا اللاجئين السوريين. They have been instrumental in working with some of the major NGOs. وهم كمان كانوا بيشتغلوا مع الجمعيات الغير حكومية. Assisting with the refugees since they began coming into Jordan. وبيساعدوا ال. Was just very small. وطبعاً بيساعدوا اللاجئين من أول ما إجوا على الأردن مثلاً مثال مخيم الزعتري. Some of the first shipments of gravel. نعم. يعني أول من زي مثلاً مثال ساعدوا أول ناس وصلوا. أنا كنت جزء من هذه المشاريع وأنا أعلمها جيداً بس أنا أود أن تتكلم حتى المواطن الأردني. He just wants the people here to know and understand your activity. One of the tender projects that we had. واحد من المشاريع اللي كانت مؤقتة اللي عملناها. When the refugees were coming in good numbers and many many each night. طبعاً في كتير أرقام إجت فترة كل ليلة كانوا يجوا أعداد يعني جيدة. نعم نحن يعني كنا نتابع مع الإخوان متابعة يومية بأعداد اللاجئين ولقد قدموا أشياء الكثير لكن أنا سمعت. He knows everything. We just want many mothers were carrying almost newborn babies into Jordan. في كتير من الأمهات كانوا شايلات أطفال جداد. وكثير ولادة. Had just the one diaper that baby was wearing, and that's all they had. يعني كان واحدة من الأمهات كانت معه ابنها معه بس الحفاضة اللي هو كان لابسها. And one of the things that LDS Charities does, even though we're a smaller organization. يعني من الأشياء اللي عملتها جمعية LDS معنا هي يعني كانت يعني صغيرة أو بهذيك الأيام كانت صغيرة بالنسبة للمخيمات. We have a very quick turnaround time. We can make things happen quickly. فإحنا بإمكاننا إنه نعمل كل إشي بسرعة. And so our supervisors in America. المسؤولين في الولايات المتحدة. Authorized a large amount of resources to be put into infant diapers. فيعني حطوا مصادر يعني جدا جدا هائلة حتى إنه نساعد هدول الأطفال بالحفاضات. And night after night, these people coming in were given a supply of diapers. ليلة بعد ليلة كمان أرقام جيدة إجت من سوريا وكمان ساعدناهم. وهذه الـ 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 يعني الحفاظات وغيرها طبعا اشتريت من السوق المحلي. And these diapers and a lot of, and like these diapers you already bought it from here from like local Jordan. Whenever we can. يعني. We always buy. يعني إحنا قد ما بنقدر قد ما بنستطيع بنشتري هذا الشيء محليا. And we talk about paydays. وإحنا بنحكي عن يعني عن أيام الدفع. 17,000 babies. في 17 طفل في 17 طفل مقيم الزعتري. 17,000 طفل في الزعتري. And LDS charities. وجمعية LDS. Through by providing diapers have patted the bum of every one of those babies. فيعني من خلال جمعية LDS ساعدت كل طفل من خلال 17,000 طفل بهذيك الأيام. يعني أنا على يقين بأن هذه المساعدات I know that this help ذهبت إلى أماكنها وذهبت لمساعدة إخوان السوريين ونحن نشد على اللاجئين ضيوف الأردن and we try to help you all the time to help the refugees here in Jordan سوريا الحبيبة and we pray for them and for their country لكن بنفس الوقت But at the same time, we would love to this project or future project to have more development to help the good needs. We're very conscious of the issues facing.